السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أبنائي الطلاب. درس اليوم راح يكون جمع الكسور العشرية وطرحها. نبدأ بفقرة تأكد. أوجد ناتج الجمع. نبدأ بالسؤال الأول. 5.5 زائد 3.2. نبدأ في البداية نحدد هذا الجزء، نسميه العشري، هذا الجزء الصحيح. نجمع الجزء العشري مع العشري والصحيح مع الصحيح. ننزل الفاصلة. 5 + 2 = 7، 5 + 3 = 8. إذن هذا قيمة الفقرة الأولى. سؤال 2، عندي 72.4 زائد 12.7. 4 + 7 = 11، 1 باليد، ثم نقوم بإنزال الفاصلة. 1 + 2 + 2 = 5، 7 + 1 = 8. إذن الناتج 85.1. سؤال 3، عندي 9. هنا طبعا عندي مباشرة هذا عدد صحيح بدون أي فواصل، ما في أجزاء عشرية. نقول له 9.00 بهذا الشكل نكتبه، زائد 29.34. أنا أخذت هنا طبعا صفرين لوجود عددين في العدد الآخر في الأجزاء العشرية، 34%. فنجمع الآن 0 + 4 = 4، 0 + 3 = 3. لازم الأجزاء العشرية نجمعها مع بعض. 9 طبعا ما هي أجزاء عشرية، حطينا له صفرين. 9 + 9 = 18، 8 + 1 باليد، 1 + 2 = 3. إذن الناتج بيكون 38.34. سؤال 4، عندي هنا طبعا 67%، وهذا 8، فنضيف لهذا صفر علشان يكون 2 أثناء الجمع. فنقول له 67، وهنا عندي 23 + 51، لازم يكونوا مرتبين علشان الجمع يكون سهل. نفي عندي 8 فقط، أضفنا إليها الصفر علشان يكون 2 100. 7 + 0 = 7، 6 + 8 = 14، 4 + 1 باليد، ننزل الفاصلة. 1 + 3 = 4 + 1 = 5، 2 + 5 = 7. إذن الناتج بيكون 75.47. الفقرة التالية، أوجد ناتج الطرح. الآن عندي طرح بنفس الكيفية، بدل الجمع نطرح. عندي من 100 وهذا من 100، فنبدأ الطرح مباشرة. العدد الأول يكون في الأعلى، هذا سؤال 5. 9.67 - 2.35. لازم يكون العدد اللي فوق أكبر، أو نروح إلى الاستلاف. 7 - 5 = 2، 6 - 3 = 3، ننزل الفاصلة. 9 - 2 = 7. إذن هذا هو الناتج. سؤال 6، عندي 42.28 - 1.52. نبدأ بالطرح. 8 - 2 = 6، 2 - 5 ما يصير، نستلف من الاثنين يصير هذا 1، وهنا يصير عندي 12 - 5 = 7، ننزل الفاصلة. 1 - 1 = 0، 4 طبعا ما هي شيء، ننزلها يصير عندي 40
فاصلة 76 من 100. سؤال سبعة. سؤال سبعة طبعا عندي عدد صحيح بدون أجزاء عشرية، هنا عندي من 100 عددين على يمين الفاصلة، فنضيف إلى الثمانية صفرين بهذا الشكل، وهنا عندي 5 78. نلاحظ فوق الأصفار لازم نحتاج إلى الاستلاف، فنستلف من 8 لأن ما نقدر أقول 0-8 أو 0-7، نستلف من 8 تصير 7، هذه يصير 10 صفر الثاني، ثم نستلف منه يصير 9 وهذا يصير 10 الأول. 10-8 يساوي 2، 9-7 2.7، 7-5 أيضا يساوي 2، إذن الناتج بيكون 2.22 من 100. سؤال 8، أيضا هذا عندي عدد صحيح 15-6.24، هنا عندي من 100 فنضيف صفرين عشان يكون من 100. نبدأ الطرح، لابد من الاستلاف أيضا لأن عندي أصفار في الأعلى، هذا يصير 4، هنا يصير عندي 10، 10 نستلف منها تصير 9، هنا يصير 10. نفس سؤال 7، 10-4 6، وعندي الآن 9، هذا العدد الثاني 9، 9-2 7، 4-6 طبعا هنا بيكون نستلف ويصير 14 كاملة، 14-6 يساوي 8، إذن هذا هو ناتج سؤال 8، 8.76 من 100. سؤال 9، تحليل جداول، استعمل الجدول المجاور لإيجاد مقدار الزيادة في كتلة خالد على كتلة محمد. عندي هذا خالد وهذا محمد، نشوف مقدار الزيادة يعني بالفرق بينهما. خالد هذا طبعا سؤال 9، هنا لازم يكون طرح، ناخذ اللي هو كتلة خالد 52.4 محمد 41.5، 4-5 طبعا ما يصير، نستلف من الاثنين يصير 1، 4 تصير 4، 14-5 يساوي 9، ننزل الفاصلة، 1-1 0، 5-4 يساوي 1، إذن بيكون مقدار الزيادة لكتلة خالد 10.9. هذا بالنسبة لسؤال 9. سؤال 10، بيعت 6.6 آلاف نسخة من إحدى المجلات الثقافية و 4.1 آلاف نسخة من إحدى المجلات الاقتصادية، ما الفرق بين مبيعات هاتين المجلتين؟ الفرق يعني ناقص، يعني 6.6-4.1، 6-1 يساوي 5، ننزل الفاصلة، 6-4 2، إذن الفرق هو 2.5 آلاف نسخة. سؤال 11، إذا كانت سين تساوي 8 والتاء يساوي 4.25، فأوجد قيمة سين ناقص تاء. السين تساوي 8 ناقص التاء 4.25، نحول عملية الطرح من أفقي إلى عمودي، 8 بتكون للأعلى، نضيف لها صفرين لأنه في هنا عندي أجزاء عشرية، ناقص 25 وهنا بيكون عندي 4، لازم نستلف من 8 تصير 7، هذا بيكون 10، 10 نستلف منه يصير 9 وهذا بيكون 10، 10-5 5، 9-2 يساوي 7، 7-، ننزل فاصلة طبعا، 7-4 يساوي 3، إذن هذه هي القيمة 3.75 من 100. أوجد ناتج الجمع في كل مما يأتي. طبعا الجمع مباشرة سهل، الجمع يكون
ما في استلاف. عندي 7.2 زائد 9.5، نجمع الأجزاء العشرية 2 زائد 5 7، ننزل فاصلة 7 زائد 9 زائد 7 يساوي 16. سؤال 13، عندي 4.9 زائد 3.0، 9 زائد 0 يساوي 9، 4 زائد 3 يساوي 7. سؤال 14، 1.34. ممكن طبعا هنا بعض الطلبة يخطوا في هذه الفقرة إنه يجمع الاثنين مع الأربعة، هنا الاثنين عدد صحيح بهذا الشكل فلازم نضيف الصفرين. 34 تنزل لأن زائد 0، 34 نزل فاصلة، 1 زائد 2 يساوي 3. السؤال 15، نلاحظ هنا طبعا عندي 0 وهنا عندي 1، فنجمع 1 مع 0 نقدر نجيب الإجابة مباشرة، لأن هنا ما في عندي أجزاء عشرية مع 1 وهنا ما عندي أجزاء صحيحة. 0 زائد 1 على طول يصير عندي الناتج 1 فاصلة، ونكتب هذا الجزء كامل 796 من 1000. سؤال 16، سؤال 16 عندي 5 من 10 وهنا 51 من 100، فنضيف إلى هذا 0 علشان الجمع، فبصير عندي العملية كما يلي: 50 54.50 زائد 48.51، نجمع 0 زائد 1 1، 5 زائد 5 10 0 1 باليد ننزل الفاصلة، 8 زائد 4 12 زائد 1 13 3 1 باليد، 1 زائد 5 6 مع 4 يساوي 10، إذن بيكون 103.1 من 100. باقي عندي السؤال 17، عندي 15.63 زائد 36.24، 3 زائد 6 9 6 زائد 3 9، نزل فاصلة، 4 زائد 5 أو 5 زائد 4 يساوي 9، 1 زائد 2 3، إذن الجواب 39.99. أوجد ناتج الطرح في كل مما يأتي. عندنا سؤال 18، 5.6، لازم العدد الأول يكون فوق الطرح لأن عملية الطرح ليست إبدالية، 3.5، 6 ناقص 5 1، ننزل الفاصلة، 5 ناقص 3 يساوي 2. عندي سؤال 19، 19.86 ناقص 4.94، 6 ناقص 4 2، 8 ناقص 9 ما يصير، نستلف هذا يصير 8، هنا يصير عندي 18، 18 ناقص 9 يساوي 9، 8 ناقص 4 يساوي 4، الواحد طبعا النزلة، هذا هو الجواب. سؤال 20، عندي 97.00، نضيف علشان الأجزاء العشرية الموجودة عندي في العدد الآخر. طبعا هنا ما يصير نفس الحركة نسويها اللي سويناها في الأمثلة السابقة، نستلف من 7 يصير 6، هذا يكون 10، 10 تصير 9، وهذا يكون 10، 10 ناقص 8 يساوي 2، 9 ناقص 9 0، ننزل الفاصلة، 6 ناقص 6 يساوي 0، 9 ناقص 1 يساوي 8، 21.
عندنا سؤال 21 82 فاصلة 00 ناقص 67 فاصلة 18. نستلف من الاثنين صير واحد، هنا يكون عندي 10، العشرة نستلف منها تصير 9 وهذا 10. 10 ناقص 8 يساوي 2، 9 ناقص 1 يساوي 8، 1 ناقص 7 ما يصير، نستلف من 8 تصير 7، الواحد يصير 11، 11 ناقص 7 يساوي 4، 7 ناقص 6 يساوي 1. إذا الناتج بيكون 14.82. باقي عندي سؤال 22. سؤال 22 عندي 58.67 ناقص 28.72. 7 ناقص 2 يساوي 5، 6 ناقص 7 ما يصير، نستلف هذا يكون 7، يصير عندي 16 ناقص 7 يساوي 9، 7 ناقص 8 ما يصير، نستلف من 5 تصير 4، يصير عندي 17 ناقص 8 يساوي أيضا 9، 4 ناقص 2 يساوي 2، هذا هو الناتج. عندي آخر سؤال، سؤال 23. سؤال 23 14.39 ناقص 12.16، 9 ناقص 6 يساوي 3، 3 ناقص 1 2.4، 4 ناقص 2 يساوي 2، 1 ناقص 1 0. إذا الناتج بيكون 2.23. سؤال 24، الجدول المجاور يبين نتائج الفائزين في أحد سباقات الخيل للمسافات القصيرة، ما الفرق بين زمني المتسابقين الأول والثاني؟ عندي الأول الفرق يعني طرح 16.00 ناقص 15.87، هنا لابد من الاستلاف من 6 تصير 5، هذه يصير 10، العشرة تصير 9 وهذه يصير 10، 10 ناقص 7 يساوي 3، 9 ناقص 8 1.5 ناقص 5 0 يصير عندي 1 ناقص، إذن الفرق هو 13 من 100، هذا هو الفرق. سؤال 25، اشترى علي أقلاما بمبلغ 10.5 ريالات ودفاتر بمبلغ 14.5 ريالا، فإذا أعطى البائع 50 ريالا فما المبلغ الذي سيعيده إلي البائع؟ في البداية نجمع مبلغ الأقلام ومبلغ الدفاتر، 10.5 زائد 14.5، هنا بصير عندي 5 زائد 5 10، 0 1 باليد، 1 زائد 0 زائد 4 بعد ما ننزل الفاصلة يعطيني 5، 1 زائد 1، إذن المبلغ طبعا اللي شرى فيه هو 25 ريالا، دفع البائع 50 ريال ناقص المبلغ الذي اشترى به الأقلام والدفاتر، نقول له 50 ناقص 25، طبعا ما يحتاج نستلف، هذه بتكون كم؟ 25 ريال الذي دفعه للبائع. الجبر، إذا كانت الألف تساوي 128.9 والباء يساوي 22.35 من ألف، فأوجد قيمة كل من العبارتين الآتية، ألف ناقص باء، قل له 128، هذا سؤال 26 ناقص، هنا طبعا عندي من ألف وهنا من عشرة، فنضيف هنا صفرين عشان يكون من ألف، وعندي العدد الآخر 35 من ألف، هنا عندي 22، نطرح
طبعا الصفر ما يصير، نستلف من التسعة تصير ثمانية، وهذا يصير عشرة، نستلف منه يصير تسعة، وهذا عشرة الأول. عشرة ناقص خمسة خمسة، ثمانية ناقص ثلاثة أيضا خمسة، عفوا تسعة ناقص ثلاثة هنا بيكون ستة، هذا بيكون ستة العدد الثاني ستة، وعندي ثمانية ناقص صفر ثمانية بهذا الشكل. ثمانية ناقص اثنين يساوي ستة، اثنين ناقص اثنين صفر، وهنا بيكون عندي واحد. إذن الفرق هو 106.865 من ألف. هنا بيكون عندي جمع أيضا، ناخذ العدد الأول 128.900، حط الصفرين زائد، بيكون عندي 35 الأجزاء العشرية، وهنا 22، نجمع 0 زائد 5 5، 0 زائد 3 3، 9 زائد 0 9، 8 زائد 2 10 0 1 باليد، 1 زائد 2 زائد 2 5، وننزل الواحد. إذن بيكون 150.935. استعمل ترتيب العمليات لإيجاد قيمة كل مما يأتي. هنا طبعا عندي في البداية ضرب وجمع، نبدأ بالجمع أولا. 2 ضرب 6 يساوي 12 زائد 3.73 من ألف. بما أن هنا عندي صفر على طول نجمع مع 12، 12 زائد صفر يساوي 12، ونكتب الأجزاء العشرية 73 كما يلي. عندي طرح وعندي أيضا جمع. إذا التقى في عبارة عددية الجمع والطرح، نبدأ من اليمين إلى اليسار، يعني الإشارة الموجودة على اليمين هي اللي نبدأ فيها. فعندي هنا 6 ناقص 4، طبعا بإمكاني هذه هي 6، هذه عندي صفرين مثل ما أخذنا قبل، وهنا عندي 4.304 بهذا الشكل، 3 أصفار. فطبعا نقوم بعملية وين؟ الاستلاف. هذا بصير 5، العشرة، العشرة بصير 9، هذا بصير 10، نستلف منه أيضا بصير 9، وهذا بيكون 10. 10 ناقص 4 يساوي 6، 9 ناقص 0 9، 9 ناقص 3 6، وهنا عندي 5 ناقص 4 يساوي 1. فناخذ هذا العدد 1.696 زائد 2.5، ونقوم بعملية الجمع. طبعا هنا نضيف صفرين، فنجمع الصفر مع الستة يعطيني 6، 9 زائد 0 يساوي 9، 6 زائد 5 11، 1 باليد، ننزل فاصلة. طبعا أنا سويتها أفقي، 1 زائد 1 زائد 2 يساوي 4، هذا هو الناتج النهائي. ننتقل الآن إلى سؤال 30. إذا كان عدد سكان العالم 6.3 مليارات نسمة عام 1433 هجري، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في العام 1470 بمقدار 2.6 مليار نسمة، فكم سيصبح عدد سكان العالم في ذلك العام؟ عندي الآن في الفترة الحالية 6.3 اللي هي تكون 1433، نضيف له 2.6، إذن 3 زائد 6 يساوي 9، 6 زائد نزل فاصلة، 6 زائد 2 8، إذن بيكون 8.9 مليار نسمة في عام 1470. عندي تدرب على اختبار يريد ناصر عمل مستطيل طوله 3.75 سنتي وعرضه 3.25 سنتي من شريط، فكيف يحسب عدد سنتيمترات المطوية من الشريط لعمل المستطيل؟ طبعا هنا إيجاد المحيط، لازم نجمع الطول والعرض ونضربهم في 2. طبعا هذا هو الخيار، يجد ناتج الضرب، هذا هو يجمع اللي هو 3.75 إلى
3.25 ثم يضرب الناتج في 2. هذا هو الجواب الصحيح لإيجاد المحيط. عندي أيضا سؤال إجابة قصيرة، سؤال 35 والأخير، يبين الجدول أدناه سعة المادة المخزنة على 4 أقراص مدمجة، الأول والثاني والثالث والرابع، كم تزيد سعة المادة المخزنة على القرص الأول على سعة المادة في القرص الثالث؟ ناخذ هذا العدد مع هذا العدد، كم تزيد؟ يعني لازم نجيبها بعملية وين؟ الطرح. فنحسبها الآن، نقول لها 296.4 ناقص 101.7، نستلف من 6 تصير 5، 14 تصير 14 ناقص 7 يصير 7، ننزل الفاصلة. 5 ناقص 1 يساوي 4، 9 ناقص 0 9، 2 ناقص 1 يساوي 1، إذن الناتج بيكون 194.7. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.